من أكتر من 30 سنة. العرافة بصت في عين مبارك وقالت له: خد بالك، نهايتك هتكون في السويس. وفي 25 يناير انطلقت شرارة الثورة من السويس اللي تضاف لألقابها الكتيرة لقب جديد: شعلة الثورة المصرية. في مدينة السويس الاستثنائية ولدت ثورة يناير المصرية، وفيها تدور أحداث الفيلم الذي يدعون من خلاله المخرج ابن مدينة السويس أحمد نور البالغ من العمر 30 عاما إلى مشاركته في نظرة شخصية تأملية لخمس فترات من حياته الشخصية وحياة المدينة. يروي المخرج الفيلم بصوته مستعينا بمزيج خاص جدا من مشاهد الرسوم المتحركة والمواد الأرشيفية والمشاهد المصورة بجمالية شعرية. الصناعة المصرية معروفة أنه ما بتستعين بحدا، يعني هي لوحدها كافية أنها تقوم بإنتاج فيلم. ليش أنت حبيت تتعامل مع ناس من المغرب، من لبنان ومن سوريا؟ هو الفيلم مش معمول برضو بطريقة الصناعة المصرية التجارية العادية، هو معمول بشكل شوية أقرب للأندرجراوند، يعني إنه أنا بروديوسر بتاع الفيلم، وأنا اللي كان لازم أدور على فلوس، وكان لازم ألاقي ناس تشاركني الاهتمام بده. وشوية في مصر زي في كل الأماكن صعب إن تلاقي حد يدعمك من الأول. خلال أفاق كيف شو ساعدوك؟ كيف ساعدوك؟ لا، أفاق ساعدوني كتير الحقيقة. في الأول هم عملوا حاجة مهمة جدا للفيلم، إن هم كانوا أول فند أو أول جهة تدي جرانت للفيلم، ودي بتبقى طبعا أصعب جرانت، لأنه بعد كده بتبقى أسهل. فهم يعتبروا من أوائل الناس اللي هم أمنوا بالفيلم وادوله جرانت، وكمان عملوا فولو أب طول الوقت بيشوفوا ايه اللي بيحصل. فهم قدموا دعم مادي ومعنوي. هل الانيماسيون او الانيميشن، خبرنا اكتر عنه. الانيميشن جوه الفيلم هو بيتعرض لفتره في طفولتي، وبعدين تطور المدينه بعد كده. والانيميشن هو يعتبر من يعني جزء اساسي جدا في الفيلم، لانه بيساعد انك تبلغي وانك تقدمي وجهه نظرك بشكل اكبر، وانك حاجات ما تقدريش تعمليها باي تكنيك تاني غير الانيميشن. ورغم صعوبته وتكلفته العاليه، بس يعني انا بصراحه حبيت انه. وين صار التنفيذ والانيميشن؟ في جزء في المغرب وجزء في فرنسا وجزء في سوريا. يقودنا الفيلم في رحلة تأملية عبر موجاته المتعددة التي نكتشف من خلالها كثيراً عن البناء الفكري والنفسي للجيل المصري الجديد والملقب عادة بجيل الثورة، ونشاركه في محاولات إعادة النظر والتأمل في بعض الأحداث والحقائق الخاصة بتاريخ مصر القريب والبعيد. سيمو هابر، نحن معودين عليك مخرج، ولكن مع أحمد نور كنت أديتر على الفيلم، يلي هو كان غريب شوي لأنه كان في أنيميشن كمان. أول شيء اللي حبيته أكتر شيء قبل ما بلش منتج، التقيت بنور بأحمد أنا بدبي بمهرجان دبي، وكان وقتها بلش عم بيشتغل شوي على الفيلم، فجاني شوية رشز تريلر عن الفيلم. اللي حبيت فيه هي المقاربة اللي كان أخذها أحمد للموضوع اللي كان عم بجرب يحكي عنه، وخاصة أنه كمان كان عم بفكر من وقتها أنه يخلط فيه شوية أنيميشن لحتى يخلط بين الواقع والحلم، ويحكي عن فترة كمان ماضية من طفولته من خلال هيدا الأنيميشن. فاتفقنا كتير مع بعضنا ولقينا أنه أفكارنا كتير متقاربة لبعض، وقررت أنه أشتغل معه على المونتاج تبع الفيلم. من سينما متروبوليس وفيل الأشرفية، دارين شاهين، قناة الجديد.